وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام، المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام، يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام. إنه إله رحيم كثير الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقام، وعلى علي البحر الخضم والأسد الضرغام، وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نحييكم بتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة من هذه الساحات العامرة، ساحات الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم على هواء الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، فجر العاشر من رمضان. أحبتي في الله، مضى من رمضان ثلثه، فاغتنموا فرصة تمر مر السحاب، وادخلوا قبل أن يغلق الباب، واجتهدوا في الطاعة قبل انقضائه، فساعاته تذهب وأوقاته تنهب، ويوشك الضيف أن يرتحل، فأحسنوا فيما بقي يغفر لكم ما مضى. ومن الإحسان أيها الإخوة الأحباب أن تتلو وتستمع وتخشع لآيات الذكر الحكيم التي نزلت في ليلة مباركة من هذا الشهر الكريم. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام، نستمع وننصت ونخشع ونتدبر لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، استهلالاً واستفتاحاً لنقلنا صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هذه الساحة المباركة. فاستمعوا وأنصتوا
لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله إن ربك هو فكلوا مما ذكر اسم الله عليه Yeah.
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وإن كثيرا بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج
كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وكذلك جعل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا وإذا جاءتهم آية قالوا وإذا جاءتهم آية حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته وإذا جاءتهم آية قالوا لن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون صدق الله العظيم قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد استراحت أنفسنا واطمأنت قلوبنا بسماع كلام ربنا وما صدع به نبينا صلى الله عليه وسلم. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وكان خير مفتتح ومستهل لنقلنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذا الشهر المعظم من داخل هذه الساحات العامرة، ساحات الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. أمة محمد، إنكم في شهر لا يشبهه شهر، فهو شهر عظيم الأمر جليل القدر، هو من أشرف أوقات الدهر، فضائله لا تحصى ومحامده لا تستقصى، موسم وافر الأرباح لمن اتجر، فالأجور فيه مضاعفة والدعاء مسموع والخير مجموع والشر مدفوع. طوبى لعبد صح فيه صيامه ودعا المهيمن بكرة وأصيلا، وبليله قد قام يختم ورده متبتلا لإلهه تبتيلا. إخوتي في الله، وفي مثل هذا اليوم العاشر من رمضان من العام 1363 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عبر جيشنا المصري الباسل قناة السويس وألحق الهزيمة بالقوات العادية
في يوم من أيام العرب الخالدة. ندعو الله تبارك وتعالى أن يرزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصراً كنصر العاشر من رمضان، إنه على ذلك قدير. إخوتي في الله، أذان فجر هذا اليوم يحين في الرابعة والنصف ودقيقتين، حتى ذلك الموعد ارفعوا أكف ضراعتكم إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأوقات، علّه سبحانه أن يستجيب لنا. ادعوا مع مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا إله إلا الله، لا صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا الله. اللهم وفي هذا اليوم المبارك من ذكرى العاشر من رمضان نسألك يا ربنا أن ترحم شهداء مصر الأبرار، وأن تجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء في الفردوس الأعلى من الجنة يا اللهم. كما مكنت لجيشنا من النصر والعبور، وفق اللهم رئيسنا وقائدنا للعبور ببلدنا مصر لبر الأمان، واجعل الخير والنماء والازدهار على يديه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء، وصب الخير على بلادنا
تجعل معيشتنا كالدنيا. شهر الصيام بذكرى النصر وافانا. شهر الصيام بذكرى النصر وافانا يا فاجعل لأهل الحق سلطانا. شهر الصيام شهر الصيام بذكرى النصر وافانا يا رب فاجعل لأهل الحق سلطانا. يا ليس لنا إلاك من أحد، أنت العزيز وأنت الله مولانا. يا ناصر الحق في بدر وفي أحد، يا ناصر الحق في بدر وفي أحد وفتح مكة تمكينا وإعلانا. أيد بنصرك يا مولاي أمتنا، أيد بنصرك يا مولاي أمتنا نصرا يعز به في الكون أقصى. واقسم بعزك يا جبار شرذمة عاثت بقدس لنا ظلما وعدوانا، وامنن على كل مكلوم ومنكسر جبرا جبرا يزيل له دمعا وأحزانا. يا رب جئتك في الأسحار، يا رب جئتك في الأسحار
جئتك في الأسحار مبتهلا، يا رب جئتك في الأسحار، يا رب جئتك في الأسحار مبتهلا، اعتق رقابا أتت ترجو غفرانا. يا رب، يا رب صمنا، يا رب، يا رب صمنا وقمنا الليل نافلة فجازنا ربنا بالصوم إحسانا، أنت الكريم. إليك نرفع يا ذا الفضل دعوانا. فاجعل لنا في ربى الفردوس منزلة، فاجعل لنا في ربى الفردوس منزلة، واختم لنا في رياض الخلد أخرى. صباحك مشرق وسناك عطر وماؤك زمزم، فانهض أخيا وقم يا صاحي في عز ودين، خلوقا مسلما ومحمديا، وقل يا رب، وقل يا رب إن عظمت ذنوبي، وقل يا فعفوك أعظم، فامنن علي بحفظك أمتي، واغفر ذنوبي، ويا رباه فارحم والدي. وهبني يا إله الكون فضلا، وهبني يا إله الكون فضلا لأرقى في العلا عبدا تقيا،
بجنات النعيم، بجنات النعيم تقر عيني. ويا رباه فلتنظر إلي وصلي يا إلهي زد سلاما، وصلي يا إلهي زد سلاما على المختار، على المختار أحمدنا الزكية، صلاة الله قدسي سناها وتسليماته ترشى النبي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا صاحب الوجه المنير يا رسول الله. الصلاة السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلى الله عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
على الفلاح الصلاة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، إخوتي في الله، فقد رفع نداء الحق لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك الذي ننقله لكم من هذه الساحات العامرة، ساحات الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. رفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمد علي جابين، بعد أن دعونا الله معه وابتهلنا إليه سبحانه وتعالى، فاللهم استجب لنا. إخوتي في الله، بأمر من الله تعالى تفتح أبواب الجنان في رمضان، بأمر من الله تعالى تتزين الجنة للمؤمنين من أهل الصيام والقيام، بأمر من الله تعالى تتزين الحور العين لخطبها من أولياء الله الصالحين. عباد الله، ألا تشتاقون للجنة وقد فتحت أبوابها؟ ألا تشتاقون للجنة ونعيمها وظلالها؟ إنها الجنة يا عباد الله التي غرس غراسها الرحمن بيده، إنها الجنة التي لا يسأل بوجه الله العظيم غيرها، إنها الجنة دار كرامة الرحمن، فهل من مشمر لها؟ إنها الجنة، فاعمل يا أخي لها بقدر مقامك فيها، واعمل لها بقدر شوقك إليها. إخوتي في الله، أرى إخوتكم المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة اللتين هما خير من الدنيا وما فيها، والآن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عادل محمود محمد، ويقرأ قرآن ركعتيها برواية ورش عن نافع المدني. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا إلى الصلاة يرحمكم الله. أقبلوا على ربكم بقلوبكم. ستكون القراءة إن شاء الله برواية ورش عن نافع المدني. أسأل الله الإخلاص والقبول. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله، ولهم عذاب مقيم. الله سمع الله لمن حمده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم أوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، واحشرنا في زمرته. اللهم أسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وزكاتنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهرك الكريم ومن المقبولين. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب آبائنا من النار، واعتق رقاب أمهاتنا من النار، واعتق رقاب زوجاتنا من النار، واعتق رقاب إخواننا من النار، واعتق رقاب أخواتنا من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أصلح أحوالنا، ووسع أرزاقنا، وحسن أخلاقنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هكذا إخوتي في الله، فقد قضيت على خير وسلام صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذا الشهر الفضيل العظيم، شهر رمضان المعظم. وصيتي لكم إخوتي في الله أن تغتنموا ما تبقى من هذا الشهر، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. إخوتي في الله، وحتى يمن الله علينا بلقاء إيماني آخر في أحد بيوته، لكم تحيات الزميل المهندس جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، والزميل علي مسعود من أسرة التخطيط الديني ومن غرفة المراقبة الرئيسية، لكم تحيات المهندسين حسام هشام وشريف محمود وأحمد نصر، ولكم دائما أرق دعواتي بالقبول رضوان صوان من أسرة المذيعين. المايكروفون ينتقل الآن إلى استوديوهاتنا بالإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الأربعاء الموافق للعاشر من شهر رمضان من عام 1445